طارق شاهين جوزها وابو ابنها. دي واحده وخليك تعلم. انا ههرب ههرب، هاخد ابني وههرب من البلد. مفيش الكلام ده، كلم الامنيه يمسكوه وانا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. تعالى يا حبيبي سيبينا. محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار. ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج. مش هيرضى. ممكن تسمعيني لو سمحتي؟ انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده، يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه امسكي نفسك. مفيش ضمان. انا قلت لك قبل كده ان ابني بره اي اتفاق. احنا اتفقنا ان انت مش هتقول لها ان انا بلغك على مكان. اقول لك ايه، انا متاكد ان اللي انت بتعمله ده ورا حاجه وسخه. شكلها ضحك عليك انت كمان. ايه بتحبها؟ لازم تبقى عارف ان البني ادمه دي شطانه. طيب ايه، اي حاجه هتقولها انا عارف. مفيش لزوم من الكلام ده. احنا عملنا اتفاق، انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش، بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي، مش من مصلحتي ان امي بتخش السجن. فردوس تعالي شوفي البيه اشرب ايه. دكتور عمر حضرتك تحب تشرب ايه؟ انتي بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. طب هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليلة شوية. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار، أنا مختار. اتفقتوا على إيه؟ اطمني، وافق إنه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا، عشان خاطري. لا يا مختار ابني، لا. انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار حرام عليك. شاهين لا يا مختار، خلينا اهرب اهرب. اه اهرب تاني؟ انتوا اللي بتعملوا فيا كده. سفرنا اي بلد بره مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا، دي فرصتك ما تهربيش تاني. اذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه من شيطان وعايزين تقم منك، بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه الاتفاق انك تشوفيه تاني. لا هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل صدقيني. اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار يلا نلي. لا يلا نلي. مختار لا يلا. Ha ha ha.
لا ابني لا معلش هتشوفي تاني روحي يلا حبيبي مختار هو هياخدني مختار طارق نتكلم ابني مختار انت مش بني ادم كان لازم تدبحي على اللي انت عملتيه شاهين انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما تقربش من ابني تاني تعالى يا روح ماهو تعالى تعالى يا ابني حرام عليكم اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني مفيش داعي للتهديد احنا اكيد هنتكلم وهنتقابل تاني شاهين تعالى يا روح ماهو حرام عليك يا طارق الولد عايزني حرام عليك اوعي حرام عليك يا مختار سيبني انا ابن امه مات لا حرام عليك ما تقولش كده سيبني 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 حرام عليك حرام عليك يا شاهين شاهين حرام عليك حرام عليك وعايز سيبني شاهين أنا طارق شاهين باباك يلا نروح لجدو يلا مش هينفع كده يا مختار المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره الست عندها مشكله كبيره وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضو هيحصل فيها مشكله كبيره فاحنا ايه في سوبر ماركت لشركه شركه يا مختار شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه ما خلاص يا عم عبد الحميد كان لازم ده كله يحصل يعني ايه لازم ده كله يحصل وليه لازم عشان نلاقي حل طيب خلاص يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهاردة نروح لها البيت ده ايه؟ بقولك الست عندها مشكلة كبيرة ابنها اتاخد منها ما بتردش عليها في التليفون ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركة ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركة انا هتصرف هكلمك بالليل هقولك هنعمل ايه بالظبط اتفضل نتشوفه برضه نزلتي الميه بهدومك يا فتون؟ طب والله العظيم لو قولي مدام داري على اللي انت بتعمليه عشان انا تعبت والنبي يا اختي انا بحب الميه قوي بس اوعي تقولي لمدام ما اسمهاش دايما اسمها عسليه اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني وبعدين انجري يا بت روحي جيبي لي الوزه العوامه الوزه وهاتي شاهين يلعب معايا وزة ايه اللي انت عايزاه وبعدين شاهين مش موجود يا سلام يا اختي انتوا مخبينه عني عشان ما يلعبش معايا لا يا ستي اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفيهوش طب يلا اطلعي هتقولي لي ايه اطلعي يا مجنونه والنبي اطلعي استني يا اختي هاتي ايدك على ما عزك تكنيله خيبانه انت اللي قويه اطلعي ها هتحكي لي عن ايه بقى قولي هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني حصل الرجاله كتير قوي يا اختي لا ما يصحش كده يا فتون عيب الكلام اللي انت بتقوليه لا يا اختي صح ما يصحش ده ايه طب تعالي انت عارفه انهم دايما يقولوا عليا انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه والنعمة الشريفة
ده انا لو قعدت حكيت لك خدي خدي قولي. لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وانا اقول لك كل الحاجات. انا كنت مع عبد الحميد في الشركه، روحت غيرت وجيت، في ورق كتير لازم يتملي. انا عايزه ابني يا مختار. بصي بقى، انا عارف ان انتي قويه وشاطره واستحملتي مصايب كتير في حياتك، وكل مره بتعدي منها باقل خسائر. متهيألك انا لا قويه ولا حاجه، انا اضعف بني ادم انت ممكن تشوفها. اللي انتي فيه ده هيعدي، انا هساعدك، هنعدي سوا. عسلية. أول مرة تقول لي عسلية. خلاص، اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة أنا وإنتي، نتجوز ونجيب عيال والعيال دي تكبر. تاني يا مختار، قلت لك مش هينفع، أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا، حس إني خلاص خلصت، ما عنديش حاجة أديها لك. كفاية بقى، ما زهقتيش، بطلي تزقيني بعيد عنك. هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جدا، عايز أبقى جنبك، عايز كل يوم أصحى ألاقي وشي قدامي ينور لي يومي، وأمشي أقول لكل الناس قد إيه أنا بحبك. صدقيني يا أختي والنعم يا ستي، والله مصدقاك. الكعبة الشريفة ما عملت حاجة، أنا زي الفل أهو، ما عملتش أي حاجة. هي مية كده ليه؟ زي ما أنت شايفة كده، نطت في البول بهدومها، ما لحقتش حتى أجيبها. على أوضتك. عايزة أسألك سؤال بس والنبي. أدخلي على أوضتك يا فتون. أنتوا هتتجوزوا إمتى؟ يوه. طب أنا عايزة أسألك سؤال. اسألي. تعالى بس، البت عسلية دي اتجوزت على راشد تلاتة وجايبة عيل كمان. عارف يا نهار اسود. تعالي اتراشد وشوهي عشان شكل فيا بس. هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده، مش هيحصل لك. طيب اسكتي. انا سكت اهو. دخلي الحمام بس. انا هخش الحمام لوحدي. خشي يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 نخش. يلا. انا عايزك بقى تقومي تنقي. عايز ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجه حلوه تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟ هوديكي مشوار مفاجاه، ولا اقول لك ما تغيريش، انا هنقي لك طقم على مزاجي. والله انت فاضي. نقوم نشوف اللي في الحمام دي. يا حبيبتي اخرجي كده، كفايه. انا بحب الميه، سيبيني. عارفه انك بتحبي الميه، كفايه عليكي كده. يا حبيبتي اخرجي. حاضر. تبين عليكي اتجننتي خالص. اخرسي. انا اختك الكبيره احترميني. كبيرة ومعقلة أحسن مني كمان. سلام. قولي لي يا حبيبتي. أنت عارفة يا أختي أنا ليه وشي بغير كده؟ ليه يا روحي؟ عشان أنا عشت بوش واحد، كنت بعمل كل اللي أنا عايزاه، لكن أنتي عشتي ميت وش. أنا أحسن منك. أيوة
عندك حق، انت اكبر مني واعقل مني واحسن مني، وانا بميتوش. تحبيني يا سلمى؟ طبعا بحبك يا فتوح، انت اختي، انت وحشتيني يا وحشتني يا بولاد عسلية، غني لي ساعات ساعات. كنت أنا حابة تغني ساعات ساعات ساعات، أحب عمري عشان زي يا فتون. خفي مش كده؟ أنا خفي وخفيتي. أنت عايش هنا؟ آه، إيه رأيك؟ من غير ما اتهرجي علشان انا اللي باني نفسي. والله ولا ليا نفسي اهرج. مختار انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانيه خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره، عايزك تنسي بقى كل حاجه وتركزي في كام ساعه اللي جايين دول، لان هم مهمين جدا بالنسبه لي، واعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبه لي. مهمين ليه؟ مش فاهم، مش معنى. سيبي لي نفسك بس خلاص كده وهتفهمي كل حاجة في وقتها. اتفضلي. حلو بيتك، غريب. ميرسي. عامل شغل مش رسمة بس يعني. امال ايه؟ كل حاجة. لا الاتيليه. يا دي ناس عريانة. اعمل ايه بقى؟ كنت بحب اعمل كده. مش باين عليك يعني انه يطلع منك كل ده. تشربي حاجة؟ حاجة صافت. انت ما ردتش على سؤالي. أنا ابتديت أحبك إمتى، صح؟ بصي، أنت ابتديت تصعبي عليا بعد ما مرات خبطت بالعربية ومثلت علينا إن أنت مش فاكرة حاجة. قطعتي قلبي ساعتها صحيح. بعد كده ابتديت أرسمك ومن ساعتها أنا مش قادر أبطل. تعرف ان انا كنت واخده بالي انك حاططني في دماغك من زمان؟ واذا كان شيء يبسطك ساعتها ولا كنت متضايقه؟ مش مسألتي يبسطني، كنت واخده بالي وخلاص. مختار انت شايفني ست وحشه صح؟ اكيد لا، انت اخر حاجه ممكن تتقال عليك انك وحشه. أنا مش بهرج، أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم بجد. تسألني سؤال زي ده ليه؟ يعني إن أنا ماليش غالي، بغدر، بخون،
يمكن أذيت ناس بس ما كانش قصدي أذيهم. كنت دايما بحاول أهرب من الظروف وبس، كنت بنجي نفسي يعني. أكيد ما كانش قصدي أعمل كل ده، عشان كده أنا بقولك أنت واخد عني فكرة وحشة. خلينا في الأفكار الحلوة. أنت هتشرب بدري؟ هنشرب. أنا لا، قلت لك عايزة سوفت درينك. طيب ماشي. ثانية واحدة. أنت بتعمله ده؟ ممكن مناديل؟ ماشي. ثانية هنا هنا. إيه ده؟ مختار أنا أسفة، أسفة عشان مش هينفع نتجوز. أنت تعرف كل حاجة عني، ده أنا كل ورقي مكشوف قدامك، بس ده مش معناه إن أنا مش عايزاك قريب مني. دي مش أنانية مني على فكرة، أنا مش عايزة أخسرك. احنا لو اتجوزنا مش هتعرف تثق فيا. انا نفسي نفضل صحاب. انا لما كنت بحكي لك كل الحاجات دي عني عشان كنت بعتبرك حد قريب مني قوي، والصحاب لما بيعرفوا عن بعض الحاجات دي بتعدي يعني، بيسامحوا بعض، ويمكن اقول لك حاجات اكتر وانت صاحبي. بس وانت جوزي هتفضل دايما فاكر ان انا ممكن في يوم من الايام اسيبك واهرب. عمرك ما هتثق فيا. مش انت اللي كنت بتقولي دايما ان انا هقف جنبك واساعدك؟ طب مش انت اللي كنت بتقولي معاكي فلوس اهربي عشان تحس بالامان؟ انا فضلت هنا عشان الامان ده كنت حاساه وانا جنبك. صدقني يا مختار، المشكله مش فيك، المشكله اصلا مفيش مشكله. أنا كل اللي أنا عايزاه إن أنا أحس إن أنا اللي عايزة أقول لأ، وأنا اللي عايزة أقول آه.
خلينا زي ما احنا يا مختار، صحاب. ما تقول حاجة. أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعاً كان مختار وعدني إنه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح إنه مش كفاية، عشان كده أنا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل. واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن إذنكم سعد. اي فندم. عايزه اعرف كل كبيره وصغيره حصلت في الشركه وانا مش موجوده. اكيد. حاضر. استاذ عبد الحميد. فندم. عايزه اطلع على كل عقود العملاء. حاضر. أنا سامح. زي ما اتفقنا أنا جاي لك دلوقتي. سلام. انت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشتلي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟ تقدر تقول يا جماعه ان انا فكرت في الموضوع واكتشفت ان انا مش بالرخص ده. انا ممكن اعمل لكم اللي انتوا عايزينه، بس ده هيكلفكم 50% من اسهم الشركه. 50%؟ مش شايف انها نسبه كبيره شويه؟ لا. استنى هاني، وهترجع لنا الشركه ليه بقى يا استاذ مختار؟ هي الهانم بعتك ولا ايه؟ انت برضو تعرف عني كده يا سامح. احنا هنروح للمحامي بتاعي هنمضي عقود الشراكه والتنازل، بعدها نص الشركه هيبقى بتاعك. شركه ايه اللي هتنزل لك عنها؟ الشركه مش بتاعتنا اصلا. ما هو لو انتوا عملتوا اللي انا بقوله واتفقنا، نص شركه ابوك هترجع لكم تاني. قلنا ايه؟ احنا عملنا انجاز مهم النهارده. معلش انا تعبتكم معايا. بالعكس، انا سعيد جدا بالانجاز اللي عملناه النهارده، والحقيقه وجود حضرتك في الشركه والحماسه اللي انت راجع بيها دي، ده مؤثر فينا كلنا. لا ان شاء الله مش هتعدي سنه الا والشركه دي هترجع على رجلها زي الاول ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب اتنين يحضروا من مجلس الاداره، مستر مختار، التاني مين؟ لا، مختار مش هيبقى موجود معانا، هو استاذ عبد الحميد مع اي مهندس من اللجنه الاستشاريه. خلاص اوكي. تمام. ميرسي قوي يا جماعه، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا استاذ؟
بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموما أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو إيه اللي مالي؟ وبعدين معك يا مختار، بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى، ما عادش في لزوم من الكلام ده خالص. لا ليه لازم يا مختار؟ أنت لازم تسمعني. أنا خلاص مش عايزة أمثل تاني ولا عايزة أضحك على حد. أنا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي، كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حتة أستخبى فيها، ولما كنت بلاقي الأمان كنت بقعد وردة. حتى هنا يا مختار أنا كنت عايزة أمشي وأنت اللي قعدتني. فاكر كم مرة أنا كنت عايزة أرجع الشركة دي لولاد مراد وأنت تقولي لأ، الشركة دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وأنا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق. أنا كده تمام، أنا داليا نور، شركة وفلوس كل ده بتاعي وأنا راضية. حلو كده، بس في حاجة مهمة قوي لسه ناقصاني، يمكن دي أهم حاجة، إني أرجع ابني. تستحالي تتخيلي أنا عملت إيه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافية. أنا مش عايزة أضحك عليك، ده أنا أول مرة أحس إن أنا عارفة أخد قرار. ده بدل ما تفرح لي أنت زعلان. أنا مش عايزة أكذب على حد ولا عايزة أكذب عليك، بس أنت كل حاجة في حياتي كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش أي وجود. إحنا اللي عملناها، ألفناها زي أي حدوتة، ليها بداية وليها نهاية. أنت فكرتني بحد مرة قال لي زمان إن الدنيا دي مليانة حكايات، الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن، وانا بقى حظي ما جاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس انا مختار دلوقتي داليا نور، دلوقتي ممكن يبقى عندي حكايه حلوه. انا عايزه افضل داليا. ما ينفعش تفضلي داليا، انت عسليه، هي دي الحقيقه. أنا يمكن أكون وسخ، بس أنا مش كذاب، وعشان كده لازم أقولك أنا عملت إيه. أنا اللي جبت معروس البيت، وأنا اللي بعدته عنك، وأنا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وأنا اللي بعدته عنك. أنا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل إن لما بعد الناس دي عنك هتعرفي قد إيه أنا بحبك. حب إيه يا مختار؟ أيوه أنا كان لازم أعمل كده، كان لازم الحق يرجع لأصحابه. وأنا عملت لك إيه؟ أذيتك في إيه مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟
الشركة دي أنا مش عايزاه، وأنت اللي كنت بتقولي لأ. أنت فاكرة هيفرق معايا الكلام ده؟ ده أنا جاي عليا أيام كنت بنام في الشارع. أنت فاكر كده إنك بتنتقم مني؟ أنا أكتر حاجة وجعاني إن أنا صدقتك. مختار ما تسيبنيش، أنت وسخ يا مختار، ما تسيبنيش، أنت وسخ يا مختار، وسخ، أنت كل حاجة وسخة في الدنيا. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.